والده لأبو صلاح عطاكن عمره رحمة الله عليه، الله يكتب له الجنة وإمتى توفى المرحوم؟ اليوم بعد العصر. وليه ما حكى؟ أبو صلاح ما حكى وأمني ما أحكي من شان ما ينزع عليكم فرحتكم. والمرحوم لهلا لا حدا غسله ولا تكفن. إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بس يا جماعة ما بيجوز هيك، لأنه إكرام الميت. طال الله عمرك يا شيخ، ودي أسألك سؤال ولا يهون الحاضرين، والدفن بالليل يجوز؟ والله هو مكروه، بس شو بدنا نساوي؟ المرحوم متوفي بالعصر ولازم يندفن. على كل حال سمعونا الفاتحة على روحه. اللهم صل على تصبحي على خير. وضح. يا عيون وضح، يا قلب وضح. رويدا انت صرتي حلالي، وهي هي الساعة اللي طول عمري عم بستناها. الله الله، قد ايه كنت خايف اني انحرم منك. الله لا يحرمني منك. قولي على قلبي،
قولي مرة تانية. الله لا يحرمني منه يا سيدي، تاج راسي. وهدول هن الحلقات يلي كان نفسك فيهم ما لقيتيهم سوق الصاغة؟ انت شو عرفك؟ عصفورة قالت لي. سميحة قالت لك مو هيك؟ ايه قربي لركب لك اياهم. انا بركبهم لحالي. وين لقيتهم هدول الحلقات؟ فصلت لك اياهم تفصيل عند الصايغ وخليته يكتب على كل وحده منهم اسمي واسمك. بتعرف اني كنت رح سمي حالي؟ بعرف بعرف. سميحه حكت لي كل شيء. كل شيء كل شيء؟ ايه. بتعرفي في برابتي دينه ولازم اقوم فيها. لمين هديني ابن عمي؟ العصريه ونبيها. مين هدول عصريه ونبيها؟ عصريه يا ستي هي وحده بصاره، كانت دائما تبشرني انك رح تكوني الي. بتامن بالتبصير؟ لا والله، بس والله هيك حكياتها كانوا يفرفحوا لي قلبي. نبيها؟ مين هاي نبيها؟ نبيها هي بنت ناطور المزرعة، كمان الأخر هيك كانت تفرح لي قلبي بحكياتها. وضاح؟ هي عيون وضاح. توعدني؟ بوعدك. ما بدك تعرف بشو؟ بوعدك بكل شيء. بكل شيء بكل شيء؟ إيه. توعدني إنك بحياتك ما تفكر بغيري أو لا سمح الله تتجوز علي. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ طبعا بوعدك. حليف. إيه وحياة عيوني. دخيل عيوني. ابن عمي والله مشتهي روح معكن على المزرعة، خدونا معكن أنا وعمتي ومناخد معنا سميحة. مو وقت هلأ، بكرة بس يروحوا أهلي وأهلك على الحج بعود باخدكم كم من يوم تقعدوا هنيك لحالكم. ايه مثل ما بدك يا روحي. أصبحنا وأصبح الملك لله. لا إله إلا الله. يلا يا بي استعجل قبل ما طلع الشمس. يلا يا بي ليك جاي جاي. ابن عمي جيبوا لي معكم شوية حليب وشوية جبنة. ايه على عيني. وكتروهم شوي مشان ناخد معنا زوادي على الحج، وبدي أعطي شوي لسميحة. ايه على عيني. واسألي ام نوري اذا خلصت الكشكات تجيب لي اياهم معك. ها شو رايك جيب لك المزرعه كلها انا. يلا يا بي خاطركم. الله والنبي معكم. خاطركم. مع السلامه يا مو. مهونه تقبروني. عمتي؟ يا عيون عمتي. عمي وضح بيجوا على الغداء ولا بيتمسوا؟ والله ما بعرف، بس بكل الأحوال بدنا نطبخ. إيه شو بدنا نطبخ؟ أنتي شو جاي على بالك يا تقبريني؟ شو رأيك أطبخ لكم لبن بيقطين مع برغول؟ إيه والله، عمك بيموت عليها هالأكلة. تقبريني. تفضلي تفضلي. اهلين يا موحة خانو. اهلين يا احلى عروس. الله اشتقت لك. لك اشوها لك الله يهنيه ويبارك له. مين وصلك يا مو؟ عمي ابو خيرو يا مو. وان شاء الله بيت حماكي مبسوطين منك كثير، وخصوصي عمي ابو خيرو. لك تعي تعي احكي لي تعي. يلا